الامر من كيكون يتعلق بالوطنيه ديال الشخص او البلاد ديالنا، فما يمكنليش نسكت، ضروري خصني نجاوب. بالنسبه للناس اللي كيشكوا في الوطنيه ديالي، اسمعوا مزيان، اللي خانتو الذاكره يرجع لجوجل او يوتيوب ويدير دوزي 2015 NBA، وغادي تشوفوا باللي كنت اول فنان عربي يحط رجلو في التيران ديال اكبر دوري الاشهر في العالم والاكثر مشاهده، ويغني اغنيه العيون عينيه اللي هي اغنيه وطنيه واللي كتحدث عن الوحده الترابيه لتعريف الصحراء المغربيه ديالنا، والعالم المغربي كان يرفرف في التيران ديال NBA. وهذه محطه من بين بزاف ديال المحطات في الحياه ديالي وفي المشوار ديالي الفني ديال 27 سنه. نتمنى الميساج ديالي يكون وصل. حب الوطن كيكون هنا ماشي في لي ريزو سوسيو. ومسيتكم سعيده.